جايز مرحبا بكم، معكم سموكر في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو هذا غادي نهضروا اشاعات. اشاعات واحد القضيه خايبه بزاف، لا سواء في الدومين ديال الهاردوير ولا في كاع لي دومين، لان كتعطي واحد النظره خايبه وواحد النظره في نفس الوقت خاطئه. يعني ديك الهضره كاشاعه بنادم كثيقه بالحق، هي اون فيغيتي ما كاين لا علاقه لها بالنصيحه. انتوما اللي كتخرجوا هاد الاشاعات غادي نحاربكم اون فوا بور توت. دونك في هاد الفيديو غادي نبين لكم شنو هما الاشاعات اللي معروفين في الدومين واللي بزاف الناس كيتيقوهم، وغادي نشرح لكم علاش هاد الهضره اللي بزاف الناس كيتيقوهم هما فقط غير اشاعات وغير كذوب. اول اشاعه اللي غادي نبداو بها هي واحد الهضره اللي معروفه وكنشوفها بزاف في لي كومونتير، اللي هي لي بروسيسور ديال AMD كيسخنوا بزاف. لي بروسيسور ديال AMD كانوا كيسخنوا بزاف واحد العهد، وبقات ديك النظره الخايبه ديال ان لي بروسيسور ديال AMD كيسخنوا. AMD قبل ما تبدا بالرايزن والاطلون اللي هما جوج لي كاتيجوري ديال لي بروسيسور اللي خرجت AMD اللي كيعتمدوا على التكنولوجي زان ديالهم، فهاد لي بروسيسور اللي كانت كتعتمد AMD في الاول اللي هما الاف اكس والفينو كانوا كينتجوا بواحد درجه الحراره اللي عاليه بزاف، فهما كانوا كيسخنوا، كانوا كيواجهوا بزاف ديال المشاكل انهم كيتحرقوا، سورتو اذا كان ان بروسيسور اللي كيت اوفر كلوك او داكشي فهو كان كيتحرق، لان كيوصل واحد الدرجه ديال الحراره شي سيبور داك الحرارة فبوف كتحرق. دونك جو بونس شي واحد شاف داك الفيديو ولا شاف داك التيست ديال داك خونا بغا اوفر كلوكي داك البروسيسور، طلعت لدرجة الحرارة ديالو تحرق وداكشي، وخذا ديك النظرة على ديال AMD، وديك النظرة بقات كتنتشر بحال واحد الإشاعة. حتى بزاف الناس تيقوا أن لي بروسيسور ديال AMD كيسخنوا أكثر مثلا ديال أنتل، ألوغ كو الحقيقة حاليا لي بروسيسور ديال AMD باردين على البروسيسور ديال أنتل. ما تيقتينيش، غنعطيك أبسط مثال. كما كتعرفوا فقاعدة ديال لي بروسيسور، كل ما كان بروسيسور كياكل بزاف أوتوماتيكمون فهو كيسخن بزاف. غنعطيك واحد المقارنة صغيرة، غادي ناخذ رايزن 5600 وغادي نقارنوه مع انتل 10600 كا. دونك في نظركم شكون اللي كيسخن بزاف؟ اللي كيكونسومي بزاف. دونك شكون اللي كيسخن هنايا؟ واش انتل ولا ام دي؟ انتل. الاشاعه الثانيه اللي غادي نشوفوا هي واحد الاشاعه انا شخصيا ما كنحملهاش، اللي هي كتقول ان لي جي بي اي اللي كتقرا وحده ما صالحينش ولا ما خدامينش ولا ما مزيانينش. صافا خويا بخير، هاني يعني ما كتقول هاد الهضره هادي ترونكيل زعما طب ديال الحياه بخير. ان لي كارت غرافيك ما كيصاوبوش اي حاجه من الكانه ديالهم، يعني اذا تصاوبت شي حاجه فما كيصاوبوها سو دي نورم ديالهم هما اللي كيحترموهم هما اللي ضروري خصهم يحترم، لان جي بي يو مي كتصنع ولا شي حاجه سورتو اذا كانت شي شركه اوفيسيال عندها اكريديتي باغ مثلا الشركه ديال جي بي يو، لا سواء ام دي لا سواء انفيديا بحال لي بي 9 بحال لي ام اس اي بحال لي جيجا بيت، فهاد الشركات ما كيشبروش وكيعملوا داكشي لراسهم. اما اذا جينا نقارنوا مثلا 1650 سوبر فهي ما كتكونسوميش الجي بي يو ديالها ما كيكونسوميش بزاف، يعني بالنسبه لداك الجي بي يو داك الرادياتور الفرفره وحده راه كافيين انهم يبردوا، يعني بدون مشكل هذيك الفرفره وداك الرادياتور اللي كيكون فوسط داك الكارت جرافيك اللي الفرفره وحده اللي كتكون ما صالحينش راه كافي كل الكفايه باش يبرد داك الجي بي يو. كون ما كانش كافي داك الشركات ما غاديش يغامروا بالسمعه ديالهم كشركه ويحطوا لك انت الجي بي يو فيه فرفره وحده باش يقتصدوا. هادشي اللي قلت لك راه هو اون جينيرال. اما عن تجربتي الخاصه فاللي تفرج في الفيديو السابق في الفيديو الاخر اللي قبل هذا كنت درت واحد البيش مارك ديال 1650 سوبر، كانوا عندي جوج ديال البي 9 اللي فيها فلفله وحده وديال الجيجا اللي كانت فيها جوج فلفلات، فانا داك التيست درته في اللي فلفله وحده، واذا شفتي البيش مارك بالنسبه للحراره ما غاديش تعرفها واش فلفله ولا جوج فلفلات ستابل، فهمتي؟ ما كاينش المشكل ديال الحراره. دونك الاختلاف اللي كيكون بين 1650 سوبر اللي عندها جوج فلافل وال 1650 سوبر اللي عندها فلفله وحده اللي لاحظت انا 5 حتى 7 ديال الفرق في الحراره. بي 9 1650 سوبر اللي فلفله وحده كتطلع حتى 85 هكا دوغري، اما الجيجا بايت اللي فيها جوج فلافل فكانت كتطلع حتى 79 80 هكا والخمسه. ويكذب هذاك الكذاب يقول لك لا اللي فيهم جوج فلافل كيكونوا ساكتين على اللي فيها فلفله وحده ولا شي حاجه، ادخل غادي تلونسي واحد الجيم اللي هيفي واللي كيتطلب ان الجي بي يو يخدم اي زغرتو واخا يكونوا فيها ثلاثه الفلافل. اما كاع لي شركات كبار بحال ام اس اي بحال جيجا بيت عندهم دي سميه خاصه بالنسبه للي كارت اللي فيهم فلفله وحده. دونك الام اس اي مثلا عندها الايرو اي تي اكس، جيجا بيت عندها الاي تي اكس. دونك اذا كنتي جبرتي واحد لاكارت بفلفله وحده لا سورتو في لاكارت اللي ضعافين شويه 1650 سوبر 1660 سوبر ار تي اكس 2060 هادو كاع دي كارت جرافيك لي جي بي يو ديالهم ما كيكونسوميش بزاف، يعني بالنسبه للسيستيم ديال التبريد ديالهم ما خصهمش سيستيم كبير فيه ثلاثه الفلافل، رادياتور كبير شويه فلفله وحده كافي باش انهم يبردوا داك الجي بي يو سون اوكان بروبليم. دونك الهضره ديال ان لي كارت جرافيك فيهم فلفله وحده ما صالحينش ولا ما مزيانينش ولا فيهم مشاكل هضره خاوي. ثالث اشاعه اللي غادي نشوفو هو الاس اس دي بوست ديال اكسبيرينس. هادي ما بغاتش تفهم لي، هادي شمن لوجيك شمن لوجيك اعتمد عليها بنادم باش يخرج الهضره ديال ان الاس اس دي كيبوستي الاف بي اس. الاف بي اس الاخوان ديال اي جو في العالم كيعتمد على ثلاثه الحاجات، واذا بغينا نزيدو الرابعه تاعي
كيعتمد على البروسيسور، كيعتمد على الرام، وكيعتمد على الكارت غرافيك، وكيعتمد على الكارت مير. يعني كاين دابا لي كارت مير اللي فيهم بي سي اي 3 جينيريشن، وكاين اللي فيهم بي سي اي 4 جينيريشن، يعني بي سي اي جينيراسيون 3 وبي سي اي جينيراسيون 4. دونك اذا كان مثلا عندك ان بروسيسور في جينيراسيون بحال مثلا رايزن 5 3600 اللي كيسبورتي بي سي اي 4، وعندك اون كارت غرافيك اللي مثلا بحال ار اكس 5600 اكس تي اللي كتسبورتي بي سي اي 4، وعندك واحد المادر بورد اللي كتسبورتي فقط بي سي اي 3، فغادي تقل بيرفورمانس شويه على اون كارت ميغ اللي كتسبورتي بي سي اي 4، لان اوتوماتيكمون بي سي اي 4 فلا تكنولوجي جديده، دونك غادي تكون بلو رابيد، دونك غادي تبوست الاف بي اس. دونك الاف بي اس ديال لي جو عنده علاقه بهاد الحاجات اللي قلت لك. الاس اس دي شنو هو؟ الاس اس دي واحد بحال واحد الكراج كتحط فيه لي دوني ديالك، كتحط فيه الارقام ديال الالعاب. انت ملي كتبغي تشارجي ان جو كتكليكي في داك لو جو جينيراس، فداك الاس اس دي كيشبك كيكوبي داك لي دوني في لارام. انت باش كتلعب داك اللعبه راه ما كتلعبهاش الاس اس دي السطر، كتلعبها في لارام. دونك لارام كل ما كانت فريكونس ديالها زايده مثلا كل ما الاف بي اس كيتبوستا، هذه حاجه معروفه. اما الاس اس دي لا ما عنده حتى علاقه بالاف بي اس. الاس اس دي شنو هو الفرق بين ان بي سي اللي كيكون فيه الاس اس دي وان بي سي اللي كيكون فيه الاش دي دي؟ هو الوقت ديال الشارجمون. فالاس اس دي مثلا ملي غادي نكليك عندي ان بي سي اس اس دي وكليك جوج نوبات ان جو مثلا 3 سكوند غادي يكون جو تشارجا تخلي، الوغ كو الاش دي دي غادي تعطل، لان باش كيشبر ديك الاش دي دي باش كيشبر ديك ليزانفورماسيون وكيتحطو في الرام كيتعطل، لان السرعه ديال ليكتور ديالو ولا ديكريتور ديالو ثقيله مقارنه بالاس اس دي. الاس اس دي لا، كذلك في وسط الجو مثلا ملي كتبغي تشارجي اون ماب، اذا كان عندك اس اس دي فهاديك لا ماب كتشارجا دغيا، الوغ كو اذا كان عندك اش دي دي فهاديك لا ماب كتشارجا بواحد السرعه ثقيله مقارنه بالاس اس دي. اما بالنسبه للاف بي اس فلا علاقه. اف بي اس انا قلت لكم عنده علاقه بديك ثلاثه الحاجات اللي قلت لكم لا اكثر ولا اقل. الإشاعة الرابعة الإخوان خصكم تحلوا دماغكم معايا، لأن واحد الإشاعة شوية صعيبة وهادي غادي نعطيكم فيها، لأن بزاف الناس عارفين القضية ديال هاد الإشاعة هادي اللي هو الـ FPS كيساوي الهرتز. دونك القضية ديال أن الهرتز هو الـ FPS ولا الهرتز كيساوي الـ FPS، فهاد القضية هادي خاطئة 100%، وأنا غادي نشرح لكم علاش. دونك باش نوضح لكم علاش خطأ غادي نمشيو باللوجيك ديال أن الـ FPS هو الهرتز. عندنا أون إكخون فيها 60 هرتز، وعندنا واحد البي سي مثلا اللي كيلونسي ولا كيخرج 120 FPS فورتنايت، ليكرو غادي تشبر 60 هرتز. اذا كان كتساوي 60 هرتز كتساوي 60 اف بي اس، ديك ليكرو افيشينا 60 اف بي اس. دونك اذا افيشاتنا 60 اف بي اس البي سي شحال كيخرج من اف بي اس؟ 120 اف بي اس، يعني 60 اف بي اس كامله غبرات. فين مشات الاخوان؟ بهاد اللوجيك هذا خص الصوره تبان مقطعه. اي بي سي يفوت 60 اف بي اس خص الصوره تبان مقطعه، اذا مشينا باللوجيك ديال ان الهرتز كيساوي الاف بي اس. دونك هنايا غنبر هنا ان الاف بي اس والهرتز ما كيساويوش بعضياتهم، كاين فرق. العلاقه بين الهرتز والاف بي اس هي واحد العلاقه ديال الرياضيات بسيطه، بحال واحد المعادله من الدرجه الاولى. عندك غادي تشبر الاف بي اس غادي تحطو الفوق، غادي تحط قسمه الهرتز غادي يعطيك واحد المجهول. هذا المجهول غادي نشوف، غنعطيك مثال باش ما تخربقش. عندنا واحد ليكرون اللي كتخرج 60 هرتز، عندنا واحد البي سي اللي كيخرج 120 اف بي اس، غادي نشبروا داك 120 اف بي اس غادي نحطوها الفوق، غادي نعملوا قسمه 60 ديال الهرتز، و60 غادي نحطوها في البلاصه ديال الهرتز، شحال كتساوي؟ جوج. دونك داك ليكرون اللي كنشوفوا حنايا كتخرجنا في كل هرتز جوج ديال الاف بي اس ميلونجين مع بعضياتهم، عليها حنايا واخا كيكون البي سي واصل حتى 140 200 اف بي اس، فليكرون ما كتبينوش مقطع، ما كتشبرش 60 اف بي اس وكتخلينا مثلا 140 اف بي اس كامله كتمشي في الخوالي تاعنا، لا كتميلونجي داك 120 اف 200 اف بي اس كامله في 60 هرتز. ونيت هاد المعادله هي كتبين الفرق وكتبين علاش مثلا 144 هرتز حسن من 60 هرتز، لي زيكرون مثلا ديال 144 هرتز حسن من 60 هرتز، علاش؟ غادي نعملوا نفس القضيه في هاد المعادله، غادي نشوف عندنا مثلا ايكرون 144 هرتز، وعندنا بي سي كيخرج حنايا ملي 200 اف بي اس ديالو في 150 اف بي اس، غادي ناخذ داك 100 ديك 150 اف بي اس غادي نحطوها في البلاصه ديال اف بي اس، غادي ناخذ ديك 144 هرتز غادي نحطوها في البلاصه ديال الهرتز، 150 على 100 150 على 144 غادي تعطيك 1 شي حاجه، يعني داك ليكرون كتافيشي لنا في كل هرتز واحد اف بي اس واحد، وتخيل انت معايا الكاليتي اللي كتبين بها الصوره. دونك اوتوماتيكمون الاخرى ديال 60 هرتز ملي كان اف بي اس طالع فهي كانت كتافيشي لنا جوج اف بي اس ميلونجين، وكل ما كان الاف بي اس طالع كل ما كتزيد تميلونجي لي اف بي اس باش تبين لهم انت في صوره مكموله. الوغ كو ليكرون اللي كتكون مثلا 144 هرتز كتكون تقريبا مسانكورينيزيا مع الاف بي اس اللي كيخرج لك داك البي سي، فهي كتبين لك في كل هرتز واحد كتبين لك اف بي اس واحد. دونك بيان سور غادي تبان الكاليتي زايده بزاف، والفرق بين 144 هرتز و 60 هرتز غادي يبان كبير، لان 144 هرتز داكشي كتبينو دون فاسون كاليتي، كل اف بي اس كل مع هرتز، يعني داكشي مسانكورونيزي.
دونك اخر اشاعه غادي نشوفها هي صراحه ماشي اشاعه مي واحد الحاجه خاطئه كيعتمدوا عليها الدراري هو اللي يصبع لي سيت ديال البنش مارك باش كيشوفوا الاولى ديك باتل نيك كالكولاتور ولا ما عارف شنو هو هادو بعض لي سيت ديال الاخوان اللي لا علاقه فهمتي كيعتمدوا على دي زالغوريث ماشي دي تيست ما كيجربوش داكشي لا كيحطوا دي زالغوريث كيبقاو يقارنوا لي بروسيسور بيناتهم ولي كارت جرافيك مع لي بروسيسور دي زالغوريث من اللي بعض المرات كيكون صحيح بعض المرات كيكون فهمتي بعيد على الصحيح انا عطيك ابسط مثال كنمشي لداك السيت ديال بوتل نيك كالكولاتور وكنمشي كنجرب مثلا ايسات 4790 كي هذاك هذا سي ان بروسيسور لي زوين بزاف واللي كيجي سورتو في لي ديسكتوب هو بروسيسور فيه 4 دي كور 8 ديال ثريدز دونك ان بروسيسور لي كابابل وكنمشي كندير مثلا مع اون ار تي اكس 2060 كيطلع لي البوتل نيك في داك السيت راه الاخوان هذاك راه 4 دي كور كل كور كيوصل حتى 4 جيجا هرتز وفيه 8 ثريدز دونك سي ان بروسيسور لي كابابل انه يلعب ويستريمي راه 4 دي كور ب 8 ثريدز راه كافي انك تستريمي به كيفاش غادي يدير لي باتل نيك مع ار تي اكس 2060 راه سي با لوجيك دونك هادشي بعض الامور اللي كتفهمتي كتعطي نظره خاطئه لبنادم كيسحب له بلي انا فريمون اي 7 4790 كا كيدير باتل نيك مع ار تي اكس 2060 وهضره نون لوجيك سو جايز هادشي اللي كان بالنسبه لنا فيديو ديال اليوم شفنا تقريبا 5 ديال الاشاعات ولا 5 ديال الاخطاء اللي بزاف الدراري كيظنوا انهم صحيحين وكنتمنى انني نكون وضحت لكم علاش هذوك الاشاعات خاطئين دونك اذا عندك شي حم اكدتش منها ولا اشاعه سمعتيها وبغيتي تتاكد منها حطها في لي كومونتير نقدر نجاوبك في لي كومونتير اذا كانت سهله ولا نقدر ندير ان فيديو اخرى نجمع فيها هذوك الاشاعات عاوتاني الجداد ولا شي حاجه ونحاول انني نشرحهم علاش ديك الاشاعات خاطئين ولا واش صحيحين ولا غلطين دونك جو بونس هادشي اللي كاين صافي ما تنساوش انك دابون داك البوطون ديال لايك وتبارطاجيو الفيديو علاش اللي عجبتكم وما تنساوش الاخوان انكم تابونوا معنا في لاشين وتفعل الجرس باش يوصل لك الفيديو وتكون انت اول واحد تفرج في هذا لا فيديو وتكون واحد من لا كوميونيتي ومن احسن قناه ان شاء الله ديال الجيمينغ في المغرب ما تنساوش تشاركوا في الجيف اواي دخلوا لاشين غادي تجيبوا واحد الجيف اواي تما شاركوا فيه جو بونس باقي من دابا غادي يكون باقي 3 ايام ولا يومين دونك ما تنساوش انكم تشاركوا على الله تربحوا داك الباك ان شاء الله كان معكم سموكر نتلاقاو في شي ساعه اخرى بخير تشاو.